مساء الخير مشاهدي يو تي في، حلقة جديدة من برنامج مونديال 22 اللي نواكب من خلاله نهايات كأس العالم في الدوحة 2022. ورحب بضيوفي في هذه الحلقة طبعا كالمعتاد الكابتن جمال علي، اهلا وسهلا بك كابتن جمال، ورحب ايضا بالكابتن هيثم شبول، اهلا وسهلا بك كابتن هيثم، ورحب ايضا بالكابتن عباس عبيد، اهلا وسهلا بك كابتن. مساء الخير. اهلا، مساء النور، اهلا وسهلا بك. اذا طبعا اليوم راح نتكلم عن المجموعه السادسه، هذه المجموعه تضم منتخبات كرواتيا بلجيكا وكندا والمغرب وكرواتيا. هذه المجموعة طبعا هي المجموعة السادسة، يوم غد راح نتناول عن او نتناول المجموعة الخامسة والرابعة، وايضا راح الى ان نصل الى المباراة الافتتاحية مثل ما ذكرنا بين قطر والاكوادور هي في المجموعة الاولى. اذا طبعا ترتيب هذه المجموعة السادسة، فاصل وبعد راح نواصل. اهلا بكم مشاهدينا، اذا نبدا مع المجموعه السادسه. خلينا نذهب الى تقرير ومن بعدها راح نتكلم على المجموعه السادسه والمنتخبات اللي متواجده في هذه المجموعه. حملت المجموعة السادسة في طياتها منتخبين ثقيلين هما بلجيكا دي بروين وكرواتيا مودريتش، إلى جانب المنتخب المغربي والمنتخب الكندي. ووفقا للمنطق فإن بلجيكا وكرواتيا لا يمكن مزاحمتهما على المركزين الأول والثاني إلا إذا دوت المفاجأة. بلجيكا المحملة بوفرة من النجوم مرشحة فوق العادة لتصدر المجموعة، حيث يدرك المدرب الأسباني روبرتو مارتينيز إن الحصول على دي بروين ولوكاكو وهازارد وتيبو كورتوا في فريق واحد لا يمكن أن يحصل في كل مناسبة، لذا فإنها فرصة لا تعوض للوصول إلى أقصى المونديال. وعندما تذكر اسم كرواتيا فإن خيالك حتى وإن كان غير رياضي سيظهر لك صورة لوكا مودريتش، اللاعب الفاذ الذي سبق إنقاذ منتخب بلاده إلى وصافة مونديال روسيا الأخير، حيث ينظر الشعب الكرواتي لقائدهم لوكا ليكون سر سعادتهم في المونديال. وما بين فكي بلجيكا وكرواتيا وقع المنتخب المغربي ضحية قبل أن يلعب، حيث يتفق الجميع إن القرعة لم تنصف أسود الأطلس، لكن المنتخب العربي والذي سيلعب على أرض عربية يعرفها جيدا ويعرف بيئتها أكثر، لن يكون لقمة سائغة بل سيحاول قدر الإمكان أن تكون مشاركته مشرفة على أقل تقدير. المنتخب الكندي العائد للمونديال بعد 36 عاما عن آخر مشاركة ظهر في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات بلجيكا وكرواتيا والمغرب، وعندما يذكر المنتخب الكندي فحتما ستتجه الأنظار إلى مدافع بايرن ميونخ ألفونسو ديفيز الذي يعد من أشهر لاعبي منتخب كندا الحالي وواحدا من أفضل اللاعبين في العالم بمركزه، حيث يعول عليه كثيرا لمساعدة بلاده في مباريات المجموعة.
شكرا نزيه وحيدر على تقرير المجموعة السادسة مثل ما ذكرنا الآن، وأيضا تعرفتوا على أبرز الغيابات. راح نتكلم بالتفصيل، نبدأ مع منتخب بلجيكا. المنتخب البلجيكي اللي قد يكون هو المرشح أيضا للحضور بقوة في الأدوار النهائية لهذه البطولة. المنتخب البلجيكي يملك عناصر قد تكون هي الأفضل الآن على مستوى العالم، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين المحترفين المنتشرين في الدوري الإنجليزي وفي الدوري الإسباني وأيضا حتى في الدوري الفرنسي، كثير من اللاعبين حتى في الدوري البلجيكي. لكن المنتخب البلجيكي متصدر ترتيب، يعني ترتيب التصنيف الدولي، كل الأمور والمعطيات تشير إلى تأهل المنتخب البلجيكي عن هذه المجموعة كأول لهذه المجموعة. لكن بوجود كرواتيا وايضا كندا اللي تاهلها بعد جاء بعد 36 سنه، اخر مشاركه في 86، هذه ثاني مشاركه في كاس العالم، بالاضافه الى المنتخب العربي الشقيق المنتخب المغربي ايضا راح نتكلم عليهم. لكن نبدا مع بلجيكا، جيل ذهبي جدا للمنتخب البلجيكي خلال هذه الفتره كابتن جمال، يعني قد يكون هو من افضل الاجيال اللي مرت على بلجيكا. بالتاكيد الاحصائيات كلها تقول هذا الكلام. الفريق البلجيكي لا ننسى هو البطولة الماضية يعني كان وصل نصف النهائي وخسر من فرنسا بهدف أومتيتي في حينها، صح، وأخرج البرازيل نعم النهائي، ويمتلك مجموعة من اللاعبين. أنا أعتقد هذا الجيل هاي فرصته الأخيرة للفوز بكأس العالم، وقد يحتاجون لوقت حتى يستعيدون منتخب مثل هذا المواهب. لو لاحظنا غالبية اللاعبين يلعبون في على سبيل المثال في ريال مدريد كورتوا اللي هو واحد من اسباب نجاحات ريال مدريد وفوزه في دوري ابطال اوروبا، صح. انا اعتقد واحد من الاسباب الرئيسيه هو كورتوا. لو لاحظنا بالدفاع نشوف فيرتونغن والدرفيلد اللي كانوا يلعبون في توتنهام، لاعبين على مستوى عالي متواجدين، وكلهم تقريبا لو بقيه اللاعبين نشوف يعني حتى اللي يلعب الان في نادي بشكتاش على سبيل المثال فنربخشة مثلا، بوتشواي هو كان يلعب في تشيلسي، لوكاكو في انتر ميلان اللي كان هناك شك في مشاركته، اذا مجموعه كبيره. هذا الفريق لا ننسى للتاريخ قابل الفريق العراقي ب 86 في مشاركتنا الوحيده وفاز علينا 2-1، هدفنا كان للمرحوم احمد راضي وفي حينها احرز المركز الرابع. اذا بلجيكا تمتلك 13 مشاركه، اذا تمتلك خبره كاس العالم، وبالتالي هو فريق قوي منظم. انا اعتقد هاي الفرصه الاخيره له، خصوصا يعني عنده ايضا لا ننسى نسيت اذكر هازارد أيضا، الاخوين هازارد صحيح. لذلك الفريق البلجيكي فريق قوي في هاي الفتره، وهو قد يكون الاقرب الى الوصول ايضا للمربع. طيب مثل ما ذكرت 14 مره الان الظهور 14 في نهايه كاس العالم، وقد يكون الثالث ايضا على التوالي. نعم. لمنتخب بلجيكا كابتن، شوف اليوم بلجيكا يعني من 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 عمالقه كره القدم الان الموجوده بالساحه العالميه، بيمتلك لاعبين بصراحه لاعبين مميزين جدا، يعني يمكن حتى دي بروين الان هو رمانة ميزان عدم المؤاخذه في 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 منتخبه وفي في في افضل حالاته البدنيه والفنيه. الان الدور اللي بيقوم فيه دي بروين حتى بالسيتي هو الان عباره عن فوكس، هو التركيز العالي، كل الهجمات، المطبخ، الكرات العرضيه، التسديدات، الضربات الحره، الان قاعد بيمتلك برضه كاريزما. اذا شوف الفريق اللي بده ينافس في كأس عالم في عناصر موجودة لازم تكون موجودة، منها القائد، منها حراسة المرمى، وهذا الأهم. اليوم عندك كورتوا مثل ما تكلم الكابتن، كورتوا الآن من أفضل حراس المرمى على مستوى العالم كله. عندك الأدوار المركبة بالإبداع مثل امبارح ما تكلمنا بالبرازيل عن نيمار، اليوم عندك دي بروين، اليوم عندك مهاجم دبابة بشرية لوكاكو، اليوم عندك لاعبين مفصليين، اليوم بدك واحد هداف اللي ينهي. حتى تعمل تيم قوي في كأس العالم لازم تكون العناصر هاي موجودة. أنا بشوف اليوم ببلجيكا يعني بصراحة عندهم تخبة بالنجوم. اليوم القيمة السوقية اليوم لبلجيكا 654 مليون، يعني اليوم كمان تتكلم عن فريق ثقيل باللاعبين، اليوم بتشوف باللاعبين
حتى بالنوعية اليوم بالكواليتي ولاعبين مثقفين. هاي الميزة اللي الآن بتميز بلجيكا حتى عن الدول الأوروبية، حتى لاعبين المنتخب البلجيك أعطوهم الدورات التدريبية وهم لاعبين، دخلوا بالبي ودخلوا بالاي وبالبروفيشنال. حتى ليش؟ حتى اللاعب برضه يعايش الواقع ويستفيد من واقع حتى المدرب، من يريد يوصل الرسالة. اليوم شوف البلجيك حتى في التدريب، اتجهوا في منهم من عشرينات العمر 24-25 تلاقيه اتجه باتجاه التدريب، ما انتظر انه ينهي مسيرته كلها وبعدين يبلش. ليش؟ لانهم عندهم مدارس خاصة حتى في الكوتشنج. فهاي شغلات يعني ابدعوا فيها البلجيك، لذلك اكو نقطة يمكن هم المنتخب او الدوري الوحيد اللي وحد نظام اللعب في الدوري البلجيكي. نعم حتنصب لمصلحة المنتخب البلجيكي كمدير فني للاتحاد البلجيكي وحد. نعم وهي شوف هم قاعدين بيعملوا دراسات، هي كل الحكي هذا بناء على دراسات معينة. الاتحادات شلون قاعدة بتطور خططها، شلون بتطور منتخبات، شلون بتطور أنديتها. الآن كلها هاي مجموعة الاستشاريين الناس اللي بتمشي، بصراحة هاي شغلات مهمة. شوف يعني احنا ما عرجناش كثير على منتخب بلجيكا كقيمة، ولكن شوف شو بيشتغلوا زين. هذا الكلام يعني احنا بجانا نتكلم على كرة القدم البلجيكية. نعم. بالإضافة له كابتن عباس استعانوا بمدرب إسباني، يعني وهذا المدرب الإسباني من كأس العالم الأخيرة اللي صح. شفنا الفريق حقيقة تحت إشرافه قدم الكثير. المنتخب البلجيكي يملك مؤهلات، يمكن عرض لك الكابتن جمال 11 مرة متواجد بكأس العالم، حاصل على المركز الرابع ب 86، يعني خبرة البطولات الكبيرة يعني متوفرة. يعني المركز الثالث بمونديال روسيا 2018 اخرج البرازيل، فبالاضافة الى يعني كل دول اوروبا. وما يعني هذا الكلام اللي تكلم الكابتن على وضع استراتيجيات بعيدة الامد بخصوص التدريب، بخصوص التعليم. هو الفوارق التعليم صراحة، وين ما تلقى تعليم كرة قدم جيد خصوصا باعمار الناشئين والشباب تلقى اساسات متينة جدا ممكن يبني عليها اي مدرب. أضف إلى ذلك العناصر المؤثرة، دي بروين من اللاعبين المميزين حقيقة اللي قدم يعني لمحات جدا رائعة، صانع ألعاب، صانع للفرص في يعني في أصعب المواقف داخل الملعب، تلقاه يتصرف يعني تصرف عالي جدا. كذلك حارس المرمى اللي هو كورتوا شفناه مع ريال مدريد في دور الأبطال وحتى في الدور المحلي، يعني سد منيع امام هجمات وكرات صعبه جدا. هذا فد يعني فد شلون نقدر نقول فد نقطه ايجابيه، اقدر اقول لك يمكن تاخذ نسب كبيره جدا بالتصديات. فالمنتخب البلجيكي يعني كقراءه اوليه يعني وجوده بهكذا مجموعه تقدر تنطي حظوظ بالتاهل لربما اول او ثاني يعني. طيب هو نقول كابتن عفوا كابتن لو لاحظ حتى تشكيلهم، يعني كل اللاعبين اللي عندهم هم مؤثرين في أنديتهم بالفعل، يعني هم علامات فارقة بالأندية. يعني لو أخذنا كاراسكو كثيرة في أتلتيكو مدريد، ميرتنز اللي كان في نابولي والآن مع غلطة سراي، كلهم صاحبين تأثير في أنديتهم، وبالتالي هاي كلها الخبرة أنا أعتقد بتتوظف أكيد. تروسارد هم تروسارد لعب برايتون طبعا، هم سجل على هازارد تشيلسي الان علامه فرقه بتشيلسي. هو الان هو هذا الكلام اللي دوله انهم كلهم مؤثرين صحيح موجودين، ولذلك انا اعتقد الفريق البلجيكي عنده ادراك انه هاي فرصه الاخيره. كابتن اذا تشوف الى الامام، يعني عندك لوكاكو، عندك هازارد، عندك دي بروين، عندك تروسارد، يعني مجموعه من اللاعبين يقول لك يخوفون. نعم صحيح صح زين. طيب هذا الفارق اخ داوود، يعني البارحه تصريح لانشيلوتي يعني تصريح جدا واقعي، يقول اذا لاعبين عاديين عندك وانت مدرب كبير ما تفوز. هذا يعني نقطه جوهريه، يمكن يعني قد تختلف الاراء يعني في ممكن المدرب يعني حقيقه فكره عالي جدا، لكنه اللاعب يبقى اللاعب هو صانع الفوز بنسبه يعني تتراوح النسب، لكنه من يكون لاعبين جيدين بهيج مستويات حقيقه حجم الضرر اللي لو كان العكس ان المدرب واطي مثلا واللاعبين عاليين. ف يعني ادوات بهذا الحجم بهاي القابليات انا متاكد راح يكون لها وقع
بالنتائج. تعتقد المنتخب البلجيكي انه يعني يذهب اذا في هذه البطوله؟ مرشح طبعا، مرشح للبطوله. انا بالنسبه لي من المرشحين القلائل جدا. اليوم بتحكي الى جانب البرازيل، فرنسا مثلا، المانيا، يعني اسبانيا، يعني ثلاث اربع فرق. حتى مع احترامي للمنتخب الاسباني والمنتخب الالماني، يعني يمكن الفرنسيين اللي جاروا بلجيكا بالوقت الحالي. بصراحه المنتخب البلجيكي مرعب بالارقام، مرعب في البطولات الاوروبيه، مرعب في كاس العالم الاخيره. بصراحه يعني بيستحق الفريق انه بالفاينل او قبل النهائي بالتاكيد راح يكون متواجد. طيب حتى انتقال هازارد الى ريال مدريد وعادته الى تشيلسي، يعني اكو شيء تغير بهازارد؟ ما كنا متوقعين انه هازارد راح يظهر بهذا المستوى مع ريال مدريد. قد تكون هذه البطوله هي فرصه لهازارد العوده الى اعتقد الاصابات اثرت عليه. يعني الاصابات اثرت، وبعدين تغيير الاسلوب، يعني اسلوب الكره الانجليزيه كان يناسبه اكثر، والكره البلجيكيه الى حد ما اقرب الى الكره الانجليزيه من الكره نعم، يعني مو مشابهه للكره الاسبانيه. لا انا حسب ما عرفت يعني انه اوكي، يعني انا اشوفها اقرب، يعني أقرب. ايضا بها القوه البدنيه ماخذه حيز كبير من اللاعبين، لذلك تشوف البنيه الجسمانيه لغالبيه اللاعبين البلجيكيين على مستوى عالي. طيب نجم يعني نجم هذه او نجم المنتخب البلجيكي اللي ما يختلف عليه اثنين طبعا، باضافه انه اكو هازارد ولوكاكو وكثير من اللاعبين، كورتوا ايضا، لكن دي بروين هو العلامه الفارقه للمنتخب البلجيكي. نزيه ودي بروين، خلينا نتابع. نجم المنتخب البلجيكي كيفين دي بروين، ذلك الذي يعمل كالمحرار الزئبقي، يقرأ لك مقياس درجة حرارة المباراة ثم يجدد حيازيمه لفك طلاسمها وطلاسم من فيها، حلال عقد لدرجة إن منبهات عقله مربوطة بسلك نحو المهاجمين. عندما تعلو وجهه الحمر فاعلم إن لسعة شواظ ناره ستحرق الأخضر واليابس. كيفين بوجه طفولي بريء، إن حاولت مواجهته وهو في لحظة مزاجية يخلع براءته ويتحول إلى وحش كاسر، ثم يكسر عينيك بمراوغة أو تمريرة ساحرة. موهبته لا تحتاج لأدلة أو شهود عيان، استعن بمحرك اليوتيوب ستجد لاعبا يدخل المباراة على وقع التصفيق ويخرج على سمعه، يخمد الكرة وكأنها تأتمر بأوامره، يراوغ وكأنه مدعو لمباراة استعراضية، جوهرة بملء السمع والبصر، لا تسمع له جعجعة لكن طحنه يصل الملعب من أقصاه إلى أقصاه. بلجيكا ورغم ثقلها على الساحة الكروية إلا أن نجومها بوفرتهم سينظرون لوجه كيفين ويتشابكون أياديهم بأعين تستضيء دمعا، علّه يقودهم نحو المجد في المونديال العربي. شكرا نزيه وحيدر على هذا التقريب. بالفعل دي بروين من افضل صناع الالعاب او صانع لعب في المنتخب البلجيكي وحتى مع نادي مانشستر سيتي. نذهب الى مفدنا الى الدوحه والى نهايات كاس العالم، الزميل احمد سعيد. احمد مساء الخير واهلا وسهلا بك، او صباح الخير. صباح الخير 12 وثلث، صباح الخير. غلطت ثاني اليوم. صباح الخير داود، تحياتي لك، تحياتي لضيفك الكرام في الاستوديو. وهذا اليوم المونديالي الجديد، اليوم تم تدشين كأس العالم في حفل مونديالي جميل وبهيج في ساحة سباير زون، تم تقديمه في مؤتمر صحفي مميز وبعدها حفلات غنائية صاخبة وجميلة للجماهير، ثم بعدها
سمح للجماهير باخذ الصور التذكاريه مع كاس العالم. بالمناسبه كاس العالم كان كاس العالم النسخه الاصليه داود. الجماهير اخذت مع كاس العالم صور النسخه الاصليه. نعم. اخذت الصوره ولا ما لحقت؟ الجماهير كانت موجوده. والله بصراحه داود ما لحقت. ازدحام مو ما لحقت. وعدونا على اي والله ازدحام. وعدونا على يوم امس ان شاء الله. الامور كانت طيبه وجميله. اليوم اخر اخبار المونديال، المنتخب الهولندي والمنتخب الانجليزي وصلوا الى قطر بانتظار وصول المنتخبات الاخرى. المنتخبات اللي وصلت يوم امس وقبل يوم امس شرعت في تدريباتها. خليني اتقرب اكثر من التفاصيل، تفاصيل البطوله مع الاستاذ والاعلامي الكبير الاستاذ حسام حسن. استاذ حسام اهلا وسهلا بك في مونديال 22. مو هاترك حتى ما يزعل داود. لا ما يزعل داود، ايش حد يزعل داود؟ داود ما يزعل مني. تحياتي للعزيز داود وللورود كابتن جمال علي والكابتن عباس عبيد احباب القلب والكابتن هيثم شبول، تحياتي وسلامي لهم. وقبل ما بصراحه نتكلم على المونديال والهذا، بس احب اقول شغله. اليوم كل العراقيين اللي موجودين بالدوحه من الرياضيين، ويعني انا كنت وياهم والاخ وميض والاخ جليل العبودي وكل الرياضيين الموجودين في الدوحه، كنا في مجلس تأبين على روح الفقيد اسماعيل محمد علاوي، شقيق اللاعب كريم وخليل علاوي الله يرحمه، نجم العاب القوى اللي توفى قبل ايام. فالرحمه والغفران الروحه والعائله، الصبر والسلوان، وايضا الصبر والسلوان لعائله زميلنا الفقيد طلال العامري اللي انتقل ايضا الى رحمه الله قبل ايام. خالص التعازي والمواساه للوسط الرياضي واله. بعد هذا نتكلم عن المونديال. الله يرحمه ومسكنهم فسيح جناته. استاذ حسام، انت يعني كاعلام رياضي كبير وصاحب خبره وصاحب تجارب كبيره، الاجواء في الدوحه كيف شاهدتها؟ والله احمد اجواء رائعه، اجواء حلوه، هي دائما اجواء المونديال، اجواء البطولات بصراحه يعني تعيشنا في عالم جميل، هو عالم المحبه، عالم الرياضه، عالم الصداقه. فتشوف يعني اصدقائك من الرياضيين، من الاعلاميين، من المسؤولين اللي انت على تواصل وياهم خلال البطولات المختلفه. اجواء كاس العالم اكيد تختلف عن كل البطولات الاخرى لانه اجواء شامله. يعني انت لما يلعبون هذا العدد من المنتخبات من مختلف قارات العالم، فاكيد راح يكون هناك تنوع، مثل ما قاعد نشوف التنوع بالمشجعين اللي قاعد بدوا يتوافدون على الدوحه من مختلف القارات، الارجنتين، البرازيل، من اوروبا، من امريكا، من الدول العربيه، ايضا جمهور عربي كبير يشجع المنتخبات العربيه اللي هي السعوديه والمغرب وتونس، وايضا الجمهور القطري، الجمهور العربي الاخر اللي هو يتوزع على تشجيع المنتخبات الاخرى. اذا الاجواء جميله واحتفاليه، وتعززها ايضا الفعاليات اللي المصاحبه للمونديال واللي حرصت اللجنه المنظمه في قطر انه يقدمون العديد من الفعاليات الفنيه والاجتماعيه والى ما ذلك من الامور الاخرى، وايضا يعني الاحتفاليات اللي نشوفها موجوده في الشوارع، في الاماكن العامه، في الاماكن التقليديه والتراثيه اللي عندهم مثل سوق واقف والاسواق الاخرى، الوسيل، منطقه جديده على البحر ايضا يعني بنيت بمواصفات كاس العالم هي والملعب الموجود فيها وايضا المناطق الاخرى. فلذلك نشهد يعني ايام مونديالية بكل معنى الكلمه. خلال سنه واحده استاذ حسام، انت في كاس العرب كنت موجود. نعم. اعتقد يعني تغيير كبير على مستوى البنيه التحتيه، على مستوى بقيه كل الامور المصاحبه الى كاس العالم. صحيح احمد، احنا ما شفنا كاس العرب صراحه وبدون مجامله، قلنا انه احنا قاعد نعيش كاس العالم قبل سنه من حدوثه، وفعلا يعني شفنا ملاعب، وحتى يعني اجوا نجوم الكره العراقيه كانوا حاضرين، حسن فرحان، غانم عريبي، انور جسام، كريم محمد علاوي، خليل، العديد من نجوم الكره العراقيه تواجدوا، ورزاق فرحان، اللاعبين جو بدعوه، شافوا الملاعب، شافوا نظام البطوله اللي اشرف عليه الفيفا. يعني الفيفا اشرف على كل صغيره وكبيره في بطوله كاس العرب حتى يسجل ملاحظات، ان كانت هناك نواقص يسجلها ويعني يتلافاها حتى في البطوله الكبيره. هاي واحد من ظوار مع كاس العالم، تفضل اجوال الجماعه. خلينا نسمعهم استاذ حسام، خليك وياك. لا يا بس انت زوف انت الماري. تونس 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 ايوه. لا يا بس احمد مبارك. لا يا بنت الزوف انت المارك. يا مشرمان يا وحده وحده للفينال. علي علي فرصه لقصي. علي علي فرصه لقصي. السلام عليكم استاذ حسام. دقيقه دخل في اخر دقيقه.
1 2 3 في فالجيري 1 2 3 في فالجيري بالرغم من عدم التأهل احنا متواجدين نتمنى وجودهم في كاس العالم اخوي الله غالب انت 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 جزائري جزائري تحسون بالغبن لحد الان صح ها تحسون بالغبن بعد خساره مع الحمد لله على كل شيء بس نتاسف على هذا الامر اللي حدث في اخر 13 ثانيه المنتخب الجزائري خسر وعد ما تأهلناش بس ان شاء الله راح نكون من المشجعين المنتخبات العربيه كلها في الاربعه قطر المغرب تونس والسعوديه ونتمنى تأهل لكل المنتخبات العربية من غير حتى واحد وأيضا أمر ثاني نتمنى يعني تفوت تونس نحبهم كثير يعني يفوتوا هي مغربية حبيت أستاذ حسام خلنا نسمعها تفضل معايا من المغرب صح؟ من المغرب شلون شفتي الأجواء في قطر؟ الأجواء زوينة صراحة وإحنا فرحانين بلي الكاس منظم هنايا في قطر وكنتمنى ان شاء الله المغرب تربح صعبه مجموعه المغرب ولا ممكن يروح بعيد لا ممكن ان شاء الله ممكن تفائلوا خير ان شاء الله غير يطلع ان شاء الله عندنا لاعبين تبارك الله عليهم اللي كاينين في المجموعه ان شاء الله الفينال كنطمحوا الاحسن ان شاء الله ونتمنى التوفيق لباقي الفرق العربيه ان شاء الله شكرا جزيلا العنصر النسوي موجود بقوة في بكثافة مو بقوة حضور عربي بصراحة حضور عربي مميز قاعد نشوف يعني يشد من أزر الفرق ومن حق هذا الفرق وأيضا يعني حتى على كيفك يا تفضل شو عباس عبيد شو رأيك داود كابتن عباس يا ولد الساعه معلم مارك الشعب التونسي متعطش للفرحة نحن بحاجة إلى الفرحة أرجوك يا نسول لا تخذلنا داود شوف الأجواء تختصر خلاص عقب من الكاميرا عليهم أنا أطلب من المنتخب الوطني السرعة زيادة يا نفرات أنتم عليكم الحركة وربي عليهم البركة سلام تسليم إذن الجمهور العربي يشجع مو بس الجمهور التونسي هناك الجمهور المغربي هناك الجمهور القطري أيضا السعودي أيضا جمهور كبير أيضا أستاذ حسام خلينا نسألك في جانب الاختصاصي أنت كنت في زيارة إلى المركز الإعلامي كيف شاهدت العمل والتسهيلات الإعلامية شيء مذهل المركز الإعلامي في هذه البطولة من أكبر المراكز الإعلامية في تاريخ بطولات كأس العالم أنا شفت شيء كبير وهناك استوديوهات على مستوى عالي من الدقة وأحدث التقنيات في عالم التلفزيون والبث أيضا هناك المركز الإعلامي في مشارب للتصريح لقناة قطر الإعلامية للبوابة قطر للصحفيين الذين لم يحصلون حتى الآن على تصريح الفيفا لهم أيضا يعني هناك مركز إعلامي كبير في تسهيلات كبيرة للإعلاميين على مختلف الأصعدة ويتابعون المباراة وأيضا هناك موضوع جديد هذه المرة إن شاء الله نشوفه لأول مرة في كأس العالم هو الملعب الافتراضي شعرفت يا سيدي الملعب الافتراضي هذا اي الملعب الافتراضي كانما شوي طونا دقيقه شباب طونا دقيقه احمد قول لهم راح ارجع لكم يريد يشوف المباراه مو بالملعب يشوفها في المسرح شاشه كبيره وبها مؤثرات صوتيه تعيشك في جو الملعب وانت في المسرح والاحصائيات موجوده امامك هاي بالنسبه للصحفيين اللي ما راح يحضرون او ما عندهم بطايق او يعجبه يبقى بالملعب هاي وعده لاول مره راح تصير في تاريخ بطولات كاس العالم وايضا هناك مفاجات اخرى محضرين من سيكون البطل في هذا المونديال والله مثل ما اشوف الجمهور برازيل الأرجنتين والبرازيل نتمنى الدول العربية تونس المغرب قطر السعودية نتمنى يتأهلون للأدوار التالية ويبيضون وجه الكرة العربية إن شاء الله شكرا أستاذ حسام شكرا جزيلا خلينا نعطيهم فرصة يلا تعالوا الفينال علي علي فرصة لكسي علي علي فرصة لكسي علي علي فرصة لكسي علي علي فرصة لكسي عدو حشينا من كل مدينة والفوز بإذن الله لنا عدو حشينا من كل مدينة والفوز بإذن الله لنا خليني أسألكم سؤال مجموعة تونس صعبة فرنسا دنمارك استراليا
انتم كجماهير تونسيه تروحون بعيد في البطوله. الاراده تحطم الصعوبات، والشعب التونسي متعطش جدا للفرحه، متعطش جدا للبعشه. انتم الامل الاخير يا نسور، نحن نتالم في تونس، انتم املنا، نريد السعاده، نريد الفرحه، نريد النهضه. حاول ما فما حتى شيء صعيب، حاول ما فما، لا يوجد صعب، لا يوجد صعب. ما في شيء صعب؟ مجموعة صعبة. 11 يكور، 11 واللي يكور صح عليه، اللي يكور يربح خويا، اللي يكور يربح من الاخر. الشوالي شو يقول؟ عبرة بالخواتيم، ماركي تيك تاك حط في الساك، فماش هذا يما قطع لي الواد هذا. الرايت مايت الرايت مايت ان شاء الله مربوحة ولا بونكورات. الله يساعدك احمد، مجموعة صعيبة لكن بحاول الله ان شاء الله فما، ان شاء الله فما كل خير. يلا سمعونا شيء اخير للمنتخب التونسي، يلا سمعونا شيء. تونسي يا تونسي معاك ربي والنبي، تونسي يا تونسي معاك ربي والنبي، تونسي يا تونسي لا بنزيما لا مبابي، تونسي يا تونسي لا بنزيما لا مبابي. بحول الله منتصرين، وبحول الله باش نتعداو للدوزيام تور ونوصلوا البعيد. احنا الجمهور ديما وراكم. ونفرات تحيه لكم يا نفرات. هناك ميزه للمنتخب التونسي، المنتخب الوحيد الذي يلعب ب 12 جوار، جوار 12 هو الجمهور. هذا باش يخرجوا من كاس العالم، جوار 12 يا ولدي. الجوار 12 التونسي يمسحوا معك. عماد يعني يقول اللاعب 12 نتمنى التوفيق لمنتخبنا، نحن متعطشون. الجمهور هو اللاعب 12. شكرا شكرا بالاخير. شكرا احمد. داوود الجمهور، جمهور داوود جمهور رقم واحد مربوحه على تونس، كنا يد واحده يا تونس. موندو زريبي بلجيري، تونسي انا جزائري. جزائري تشجع المنتخب المغربي ولا تونسي؟ تونسي وجزائري. ان شاء الله يفوتوا للدور الثاني ان شاء الله. انت مقيم ولا جاء من الجزائر؟ مقيم. تشجع المنتخب التونسي والمغربي، ان شاء الله يفوتوا للدور الثاني، وان شاء الله ان شاء الله التوفيق، ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. احنا كلنا اخوه من شمال افريقيا، وكلنا عرب، وكلنا اخوه، وان شاء الله ظل كل متحدين ان شاء الله. السلام عليكم. احمد داود حلوه الاجواء، مثل ما شفت، مثل ما شفت هذه الاجواء داود. الجمهور والله الاجواء خياليه داود. الجمهور مو رقم 12، الجمهور رقم واحد، جمهور رقم واحد في كاس العالم. هاي بعد ما واصلين المشجعين المنتخبات البقيه، يمكن مباشر راح يبدون. مو احمد ما واصلين جماهير المنتخبات الاخرى، اتحدث لك عن جماهير يعني الجمهور ما يطيق، الجمهور ما عندك فرصه تتكلم داود. كاين هنا المغرب، في العرب كاملين المغرب عنده. انت من اي دوله؟ انت من المغرب. المغرب شجع المانيا والجزائر تلعب يوم ميسر الفينال. تعال مغربي شجع المانيا؟ انا مغربي باغي ندبر في المانيا اخويا، فاسحه كما العالم. وضع منتخب المغرب شلون نشوفه؟ منتخب المغرب مجموعة فارق، اقوى فارق في العرب كله، في العرب كله اقوى فارق. طيب احمد، زياش، حكيمي، مزراوي، كل شيء كيلعب في تشيلسي، اللي كيلعب في البايير، مهم ذوقنا يا صاحبي. شكرا. احفظ وفاسحه كما العالم. شكرا حبيبي. احمد عرفت مع داود هذه وضعية الجمهور، تتصل بالتفاصيل. اللكنة، اللهجة، الله يساعدك على اللهجات. والله داود يعني انت تخيل هذه اللكنات واللهجات العربية، فما بالك بالجماهير بقية الدول اللي راح تحضر الى قطر. لكن احنا في قناة يو تي في اسال كورين، كورين كابتن عباس راح يترجم لك. لازم 16 لغات، يلا سيطر. والله يا ريت كابتن عباس، يا ريت. يحكي هو كوري راح يترجم لك بالملعب وخارج الملعب، بالملعب وخارج الملعب. مو هو كابتن عباس. صعوبة صحيح. احمد شكرا جزيلا لك، وتصبح على خير. تعبناك اليوم، تقريرك موجود راح نعرضه بعدين يعني شوي. شكرا داود، اليوم كان لك جوله حلوه كانت. ها ان شاء الله. تصبحون على خير داود. تصبح على خير احمد. شكرا لك، شكرا لك مراسلنا وموفدنا الى الدوحه الزميل احمد سعيد. كابتن جمال، الاجواء حلوه. اكيد احنا شباب كاس العرب بقطر العام، نعم، يعني شفنا هاي الاجواء نفسها. نعم، هي كل بطولات التحضيرات كانت بعدين هو الجمهور. لما تلعب انت تلعب للجمهور يعني. صح. هو الجمهور حلاوه، يعني حلاوه المباراه. اقوى حافز هو
فرق، لذلك اللي نشوف مباراة لما تشوف الملعب خالي من الجمهور، أنت حتى كلاعب يعني يمكن إخوان حاسين بيها، لما تدخل الملعب وما تحس بوجود الجمهور حتى عطائك أو حماسك يقل بدرجة كبيرة. صحيح. طيب نرجع للمنتخب البلجيكي، قد يكون مارتينيز يعول كثيرا على وسط الملعب بقيادة يعني بعض الأسماء المهمة نعتبرها في المنتخب البلجيكي. نعم، هو أيضا هناك فيتسل لاعب أتلتيكو. نعم، يعني أيضا لاعب صاحب خبرة كبيرة في وسط الملعب. بس إحنا لو نلاحظ أستاذ داود يعني بهاي المجموعة باستثناء كندا، غالبية الفرق يعني كرواتيا والمغرب وبلجيكا ماكو هناك تغيير كبير على طرا على التشكيل الأساسي، يعني تغيير طفيف، يعني تشوف هناك 9 أو 10 لاعبين أو أكثر موجودين من البطولة السابقة، وبالتالي جايين باستقرار. أيضا ميزة هذه المجموعة إنه كل الفرق الأربعة هم أوائل بالتصفيات. نعم، يعني هم جو كأوائل بالتصفيات، يعني ما راحوا للتأهيل حتى يوصلون، وهذا دليل على قوتهم، يعني الفعل. دليل على قوة هذه الفرق. طيب ننتقل للمنتخب الكرواتي. حتى منتخب الأرقام كابتن فافولي دز لي أرقام هسه. ما شاء الله عليه. دز لي أرقام على إحصائيات دي بروين، يعني مرعبة بصراحة، يعني من 93 مباراة دولية 25 هدف 46 أسيست. آخر الموسم الحالي طبعاً من 16 مباراة 3 أهداف 11 أسيست، مجموع الكلي يعني من خلال يعني 4 أندية لاعب اللي هو فيردر بريمن تشيلسي وفولسبورغ ومانشستر سيتي، 551 مباراة 136 هدف 216 أسيست. أوف، يعني فلوسه بدي بروين مدرب إسبانيا. أكو لاعبين مؤثرين آخرين بكل تأكيد، لكن هو يبقى دي بروين. يعني نشوف هاي الأرقام يعني رمان الميزان تدللك على يعني مهارته الذهنية باتخاذ القرارات، وهو جاي يلعب دوري صعب، يعني جاي يلعب دوري بمساحات، هو سرعة القرارات، سرعة شلون نقدر نقول تحليل الحدث واتخاذ القرار، فصناعة الفرصة يعني بصراحة يعني مو شيء عادي، يعني من يمتلك لاعب بهذا القيمة أنا أعتقد يعني فريق البلجيكي يجب أن يمجد لهذا اللاعب اللي محقق هاي الأرقام والإحصائيات. كابتن هو حتى واحد من أفضل 10 أو أغلى 10 لاعبين بالعالم، وهو لاعب وسط. نعم، صناعة اللعب، يعني احنا تعودنا دائما الأغلى هم المهاجمين. صح، بس هو دخل ضمن هاي المجموعة. ضمن هاي المجموعة كابتن هيثم. طبعاً دي بروين لاعب. والعلامة العلامة الفارقة بالنسبة للمنتخب البلجيكي. حتى من حتى بالسيتي حتى بالدوري الإنجليزي على الأرقام للأمانة، يعني اللاعب ومحافظ. شوف الآن شو الفرق؟ الفرق بين اليوم بنقول عن لاعب مميز، منقول عن لاعب مبدع، ومنقول عن لاعب موهبة. كيف وليش؟ اللاعب المميز اللي بيبقى في ليفل عالي سنوات طويلة، هذا الفرق بين مش متأرجح، مش يوم فوق ويوم تحت، يوم طالع يوم نازل، خطه البياني حتى إذا بنزل هو بنزل بالعالي ما بنزل بالوسط. الآن قيمة دي بروين بأربع عندي بأربع دوريات مختلفة، من دوري ألماني، من 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 فولسبورغ، مزبوط كابتن؟ وعندك السيتي، وعندك الدوري الألماني، يعني من أعلى الدوريات اللي موجودة وبليفل عالي بقيمة كبيرة. طبعاً هذا لاعب بده يكون من اللاعبين السوبر الستار اللي موجودين. والآن بتشوف اليوم بتشوف بالسيتي، بالسيتي المساحات، السيتي بيلعبوا بالمباراة كلها ب 30 متر، 30 ب 50 أو 30 ب 40. أنا بس أقول لك شغلة، لكن هو الآن الأجواء اللي يعيشها والجودة اللي الآن يعيشها دي بروين تعود لغوارديولا. بعد أن استقبل السيتي وأعطاه الثقة بعد ما استبعده مورينو من تشيلسي. نعم. الآن تأثير غوارديولا طبعاً، تأثير مدرب كبير، فلسفة كبيرة. اليوم اللاعب المبدع لما بأخذ قيمته برضه من مدرب كبير، من مدرب مبدع، من مدرب بالتكتيك عالي، طبعا راح يكون الاستفاده اكثر. اليوم هاي الشغلات صح. اللي باخذهن برضه باخذهن من غوارديولا، مش ماخذهن عدم واخذه من مدرب عادي او من طبقه اقل. اليوم تاخذها من احد فلاسفه كره القدم. اللي موجودين سواء كان كلوب، سواء غوارديولا، سواء مورينيو، هم مدربين لهم قيمه كبيره. خاصه المدرب لما بيحب لاعب
بحب لاعب ويرى في هذا اللاعب انه في ابداع عالي برضو هاي قيمه لنفس اللاعب انه راح ينتج اكثر. طيب ما عنده حتى هذا الموضوع راح يعاني، يعني الفرق راح تعاني في صعوبه تحركات دي بروين المراقبه في الملعب. نعم. وحتى المراقبه وحتى الضغط. هو هؤلاء اللاعبين يعني اللي احنا نتكلم عن لاعب موهوب ذكر كابتن هيثم، واللاعب الموهوب انه انت تعرف هذا اللاعب هو خلينا نقول الاميز بالفريق مانشستر سيتي، وهناك مدربين كبار بالدوري الانجليزي. نعم. لما ما يستطيعون ايقاف هذا اللاعب. نعم. معناه شنو؟ معناه عنده حلول، عنده حلول فوق فوق التوقعات، فوق الحلول. وهي ميزه اللاعب الكبير واللاعب الموهوب. نعم. انه يعمل شيء انت ما تتوقعه. نعم فعلا. يعني ما تتوقع وش راح يعمل خلال لحظه استلامه للكره، وهي ميزه. طيب. كل اللاعبين الكبار كابتن، حتى في ستول، حتى في ستول كاب، حتى لعب الارتكاز. نعم. من. نعم. اللاعبين اللي نلاحظهم الان يعني لاعبين غراسكو، يعني الكل هم، وهازارد، وعندك لوكاكو، يعني بعض اللاعبين اسماء نشوفها في بلجيكا. على ذكر الكابتن عباس، لا واساليب اللعب كابتن. نعم. هيثم ذكر نقطه جدا مهمه، يعني ولا شفنا فريق مفتوح لعب ضد مانشستر سيتي. نعم. معنى ذلك هو جاي يلعب 20 25 يارد. نعم. بها. نعم. تقريبا 18 لاعب الى 17 لاعب. هذا اللعب والابداع بالمساحات الضيقة طبعا هذا يحتاج الى مهارة ذهنية عالية. مم. ويحتاج ذهنية مختلفة عن باقي اللاعبين. طيب. يتميز بها. طيب تذكرت كيفن دي بروين بس في عام 2022 بس بالبريمير ليج 29 مباراة خاض، 13 هدف 16 اسيست، 29 إذن مباراة. اذا في كل مباراة حد لمسه، يعني 13 ب16 كمعدل. صح ولا لا؟ كمعدل. في كل مباراة سجل لو ما يسجل، يا ما يعني لو يسجل لو يصنع او اسيست. طب شوف بالمساهمه قديش راح تلاقي ضعف الارقام. بالمساهمه 29، بالمساهمه راح تلاقي ضعف الرقم. نعم. بالمساهمه بالتأكيد. 29 يعني بال 29 مباراه 29 مساهمه. نعم. يعني نعم. عنده صناعه رقم. او تسجيل ومساهمه. نعم. يعني بده يكون الشخص الثالث هو. اي طبعا. طيب هذا ما يخص منتخب بلجيكا، اذا نتحدث بعد من ساعه ما راح يخلص على منتخب بلجيكا. منتخب الكرواتي، منتخب كرواتي ايضا مرشح من هذه المجموعة برفقة المنتخب البلجيكي حسب المنطق اللي ذكره الكابتن عباس في الحلقات الماضية. قال المنطق أنه بلجيكا كرواتيا تتأهل من هذه المجموعة، لكن هناك المنتخب المغربي أيضا راح نتكلم عليه، والمنتخب الكندي اللي تأهل بعد يعني من عام 86 لليوم تأهل في هذه البطولة. قد تكون كرواتيا هي يعني كانت الأقرب لحصد لقب كأس العالم لولا المنتخب الفرنسي. هو كان أحس الكل كان يشجع كرواتيا في تلك المباراة، يعني أنا ذكر يعني شجعت كرواتيا. ما أعرف، ومثل ما تكلمنا عن دي بروين ممكن نتكلم عن مودريتش. مودريتش إيه. إيه. يعني مودريتش نزيهة ممسوينا. مودريتش أنا أعتبره من الظواهر بالفعل، يعني لاعب كل ما يكبر بالعمر كل ما يقدم أكثر. كاشان يعني بالضبط كاشان. كاشان إذا لاحظ خمس مشاركات الكرواتية بدتها بقوة، يعني في أول بطولة بال 98 أيام سوكر في حينها كان. نعم. لاعب رائع أيضا، لاعب ريال مدريد. أوكي. في حينها جو ثالث في البطولة في أول مشاركة، إذا يعني دخلوا بقوة لكأس العالم لأنه أعمدة يوغوسلافيا السابقة برضو كروات وصلت. احنا متفقين قلنا. نعم. هاي الدول وريثة. نعم. لكن مدرسة اليوغوسلافية كانوا وقتين الأفضل. نعم. مدرسة اليوغوسلافية صحيح، يعني لو لاحظنا من أبرز النجوم اللي عندهم يعني أيضا هناك فيدا بالدفاع اللي انتقل من بيشكتاش إلى أيك أثينا أعتقد حاليا يلعب، وهناك كوفاجيتش اللي مثل ريال مدريد والآن تشلسي. مع تشلسي أيضا مؤثر بالوسط، لاعب مؤثر كبير. وبيريزيتش صاحب الخبرة الكبيرة بالإنتر، يعني بالإنتر. راكيتيتش. نعم. راكيتيتش حقيقة ما هل كانت مشكوك مشاركته، ما أعرف. لا لا اعتزل بعد اعتزال دوليا. اعتزل دوليا خلص. ما راح يكون متواجد. ما راح يكون متواجد. ولكن بيريزيتش شفناه ويا بايرن ميونخ عندما أخذ بطولة أوروبا أيام الكورونا وتأثيره. نعم. بفوز البايرن. ولكن ميزة الفريق الكرواتي انه غالبيتهم كبار بالسن، غالبية اللاعبين يعني شوف 32 33 34 سنة. ولكن الفريق الكرواتي ترشح اول الان في دور الامم الاوروبية، وصل دور الاربعة. نعم. يعني مرشح دور الاربعة، يعني اذا هو من المرشحين للفوز بالبطولة. بالبطولة. اذا هو ايضا شأن الفريق البلجيكي ده يعيش مرحلة ذهبية. مرحلة ذهبية، وجيل
قادر أن يصنع بطولة في ظل وجود هؤلاء اللاعبين. أحيانا أنت يجيك جيل، يعني ممكن نتفق كنا أنه أنت أحيانا تكون محظوظ لما يجيك جيل كامل على مستوى عالي ممكن يحقق، وتحتاج وقت أحيانا، خاصة البلدان اللي الكثافة السكانية تكون قليلة، تحتاج وقت حتى تستعيد جيل آخر تنتج فيما بعد. فأنا أعتقد البلدين بلجيكا وكرواتيا راح يحتاجون إلى وقت حتى يظهر جيل ثاني ينافس على كأس العالم. زين كابتن عباس، تكون هي نصف التشكيلة الآن اللي خاضت النهائي أمام فرنسا في مونديال روسيا الآن متواجدة، مع إضافة بعض الأسماء، يعني الأسماء الشابة اللي الآن دعمت صفوف المنتخب الكرواتي. يعني احنا متفقين انه اللاعبين اليوغوسلاف هم لاعبين مميزين بكل المواصفات الفنية، نقدر بدنيا، لان تعرف انت في كأس العالم الأخيرة كرواتيا فازت 3 مباريات يعني بالدوريات، يعني نقدر نقول المراحل الإقصائية، ولعب 120 دقيقة 3 مباريات بها إضافي منتخب كرواتيا. نعم. فهذا ينطيك إشارات انه الفريق يعني، لان انت تحتاج الى مطاوله بالفوز، يعني مرات انت تفوز بالمجموعه بس حمل المباريات كل 4 أيام مباراه، يعني تكلمنا ويا الكابتن جمال قبل البرنامج، انت تحتاج تلعب 7 مباريات حتى توصل للنهائي. صح. اوكي، كل 4 أيام مباراه، اللاعب الرنج مالته اللي جاي نشوفه في المباريات الاوروبيه الان بين 10-11 كيلو 12 كيلو هذا المعدل، يعني اذا 7 مباريات يعني انت راكب 70 كيلو، وهذا يعني المسافات هاي حقيقه. المنتخب الكرواتي من فاز 3 مباريات بالدوريات الإقصائية بالوقت الإضافي، هذا ينطيك إشارات أنه الفريق لائق بدنيا جدا. صح. الأطوال اللي يتمتع بها والأجسام اللي يتمتع بها الفريق الكرواتي، فضلا على الانضباط التكتيكي العالي والخبرات، وكذلك جودة اللاعبين، يعني تكلمنا على لاعبين مؤثرين جدا عندهم علامات بارزة مثل مودريتش، يعني مودريتش يعني تعطي نفس المواصفات اللي يتمتع بها دي بروين، بالرغم من انه مركزه احيانا قد يكون محور للخلف، يعني الواجبات لربما تختلف بعض الشيء. فالفريق الكرواتي حقيقه يعني تقدر تنطي نسبه اكبر حتى من الفريق البلجيكي بالترشيحات، ممكن ان يكون هو صاحب البطاقه الاولى. وهذا الاستقرار التدريبي اللي عاشه المدرب خلال هاي الفتره، يعني نقدر نقول 4-5 سنوات، هذا نقطه ايجابيه ايضا تحسب للفريق. زين موضوع ريبيتيتش ايضا اللي تم استبعاده، انا تفاجأت بصراحه، لاعب اي سي ميلان ما اعرف، يعني من اللاعبين المهمين ايضا تم استبعاده. اليوم بتحكي بزلاتكو، زلاتكو اللي هو المدرب كرواتيا، كم موسم له؟ تقريبا 2016-2017 استلم، اليوم اكثر من 5 مواسم. بتحكي نفس الشيء في بلجيكيا، مارتينيز 2016. يعني اليوم بتحكي عن مدربين، ان اليوم مدربين بتحكي بكأسين عالم مش بواحد. يعني هو مش جاي قبل موسمين او 3 مواسم، اليوم اللي جالس 6 مواسم معناته حضر كأس عالم، وهذا كأس عالم اخر. فهاي شو بتعطي؟ هاي بتعطي اول شيء مرونة، بتعطي دقة اعلى للمدرب. ليش؟ لانه ده يراقب وضعية عامة في سنوات اطول. اليوم هو مش جاي قبل 4 أشهر وبدي يجي يتخذ قرارات صادمة أو قرارات صعبة أو لاعبين مش مراقبهم، الآن هو مهمته بس مراقبة. اليوم مراقبته احتكاكه مع اللاعبين في فترة 4-5 مواسم بتصير طبيعة العلاقة أقوى، طبيعة العلاقة وبتصير أقرب للصحة القرارات. اليوم القرار بيكون مبني على أسس وعلى باك جراوند معاه مساحة اشتغل فيها، أيضا علاقته مع اللاعبين. المدربين عندنا ومنتخبات العربية وتبعد ريبيتيتش لاعب اي سي ميلان يصير ثورة. أي طبعا، بس صير ثورة، ثورة على المدرب. أي طبعا. وشوف هسا رح نحكيها نفس الثورة رح نحكيها في المنتخب المغربي. صح. ليش؟ لأنه هي بالنهاية قناعات وثقافات. اليوم احنا مش متعودين على استبعاد سين من اللاعبين لانه لاعب مميز، مش واصلين للقناعات هاي. ليش انا طرقتك لموضوع انه المدرب له 6 مواسم أو 5 مواسم؟ لانه اليوم هذا لا يمكن يكون عاطفي، اليوم لا يمكن انه اتخذ القرار هذا بناء على انه هيك جاي عباله او هو رايي بالموضوع. صح. هذا، لكن بالتاكيد اللي له 5 مواسم معناته هو محتك مع اللاعب بطرق كثيره،
اعطيناته في اسباب وجيهه عند المدرب انه يطرح الامر. بالمناسبه طيب. زلاتكو ترى عمل مع نادي العين موسمين او ثلاث مواسم. نعم بالدوري الاماراتي لما نهى عقد مباشره استلم المنتخب مباشره مش الى المنتخب. نعم على ذكر نجم ايضا في هذه المجموعه نجم مودريتش جماهير ريال مدريد نزيه الركابي هو طبعا برشلوني بس الامانه كتب تقرير اليوم جدا استمتعت به. خلينا موسيقار تعمل. موسيقار بعد وسط اللمعان الذي يعيشه كريم بنزيما مع الريال يظهر لوكا ببروز طاغ رغم تقدم العمر به يظهر وكأن حذاء لعبه مصمم على قالب مفاتيح البيانو يلعب على حين غرة يقف يغمض عينيه كالذي يحمل عصا المايسترو الكل يترقب وكأن على رؤوسهم الطير ثم فجأة يضع المهاجم بمواجهة الحارس القول إن مودريتش لاعب كبير فقط هو قول الذي يتعامى عن الحقائق بل الأصح قولاً إن وراء كل مهاجم عظيم مودريتش ذلك الذي يدخل المباراة تحت الضوء ويخرج منها كالعريس الجميع ينظر له مجدوهاً ويصفق له واقفاً لوكا آخر القطع النادرة تلك التي تنثر السحر ولا تلاقي سوى الصخب والهتاف بأسف غاز الشيب رأسه وعمره شرف على الانزواء ولو كان الأمر بيدي لجعلته يلعب حتى لو كان يتكئ على عكاز قائد كرواتيا وساحرها حتما سيكون مونديال قطر هو آخر كأس عالم له فدعونا نستمتع به قبل أن يعلق حذائه على الرف. طيب شكرا نزيه كابتن. خلينا نتكلم على الخط المنتصف بالنسبه للمنتخب الكرواتي راح يتعين على مودريتش اللعب بغياب انا اسميه مساعده راكاديتش بعد اعتزاله يعني كانوا مشكلين ثنائي جدا رائع في الوسط اي ولكن ايضا كوفاتشيتش موجود طبعا كوفازيتش يعني صاحب الثلاث ريات يعني لاعب مجهوده غير طبيعي الجانب الدفاعي عنده جدا عالي اللي هو يفتقده نوعا ما مودريتش هو كوفازيتش وبروزافيتش ايضا راح يكونون متواجدين هم الاثنين بس هم ممتازون بالدفاعيه اكثر راكاديتش كان عنده الى الامام عاده صناع اللعب عاده يعني مع بعض الاستثناءات تشوف مجهود الدفاع يكون اقل من اقل جوده الجانب الهجومي وهذا ايضا واضح جدا عند مودريتش لذلك مودريتش دائما مدربين ينطوه حريه حريه التحرك بالملعب وبالتالي الواجبات الدفاعيه تكون قليله انا اعتقد واجبات الدفاعيه راح يتحملوها اللاعبين بس راح يعتمد على اللاعبين الشباب طبعا عنده لا خط دفاع انا اعتقد يعني حتى مع يعني قد يكون يعني مع الموجودين عنده بريكالو بفولسبورغ وعنده كراميرتش برضو بهوفنهايم يعني بالدوري الالماني عنده برضو مجموعه فيدا فيدا موجود فيدا موجود خبره يعني في لاعبين للامانه المنتخب يعني مو منتخب انت بتحكي كمان هذا جيل خمس ست سنوات ايضا يعني برضو قيمه اليوم قيمتهم السوقيه برضو 378 مليون يعني اليوم كمان بتتكلم من الفرق العالية رغم أنه الآن يعني في لاعبين بأواخر آخر بطولة يمكن تكون لهم لكن تبقى جودتهم لكن أنا بشوف بلجيكا تفوق كرواتيا جودة بلجيكا هجوميا نعم هجوميا بلجيكا نعم لكن نعم هنا أيضا كابتن عباس بعد أيضا بعد اعتزال مانزوكيتش أيضا بعد ما اعتزل لاعب يوفنتوس ترك قد يكون الاعتماد يعني على كارامايك لما اعتقد كارامايك وبوديمير في 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 هذا المركز يعني انا اقول لك بقيه اللاعبين حتى غيابهم
ما راح يكون مؤثر لو غاب مودريتش. يعني تعرف انت اكو فرق بين اللاعب الموهوب واللاعب اللي شلون نقدر نسميه، نقدر نقول مصنوع صناعه عنده مؤهلات، لكنه الموهوب مثل مودريتش حتى شوف حتى لو ياخذ بيه العمر داخل الملعب اصعب موقف حرج تلقاه داخل الملعب يحل مشاكله، لانه عنده سرعه القرار، عنده رؤيه عاليه وفيجن يعني جدا واسع. احيانا يعني مستوى الرؤيه عند بعض اللاعبين يمكن ما تشوفه الا يعني 10 سنتيمات، واكو لا لا يشوف الملعب 360 درجه. اي 360 درجه. صح. فمودريتش حتى مودريتش حتى برغم انه 37 سنه لكنه شوف هسه تب اي كره يستلمها تحت الضغط مو تحت الضغط تلقى قراره بالكره دائما جدا مميز. حتى اذكر يعني من اجل ريال مدريد طبعا واجه انتقادات مورينيو في يعني استقطابه، لكنه التصريح اللي صادم اللي صرحه قالوا هذا راح تستمتعون به 10 سنوات قادمه، وبالفعل هو العلامه الفارقه في ريال مدريد، لاعب يعني ممتع ستايله ببريق راسا يشد النظر اليه. فبقيه اللاعبين اللي تفضلت بيهم حتى وان غابوا انا متاكد انه اكو لاعبين ممكن يحلون مكانه، لكن مودريتش لو غاب حقيقه راح يكون فد يعني فد شلون نقدر نقول فد نقص كبير راح يكون بالفريق. طيب المباريات الاولى لكرواتيا امام المغرب ومن ثم كندا، بالمباراه الاخيره راح تواجه بلجيكا عندها فرصه. انا اعتقد صداره المجموعه هي المباراه الاخيره راح صداره المجموعه الاخيره صراحه الصداره يعني. ولكن البدايات دائما مهمه استاذ داود، بدايه مهمه يعني الفرق كاول مباراه حتى لو ما تستطيع تفوز المهم ما تخسر. نعم المباراه الاولى تبقى على مالك وهذا الموجود، ولكن بالتاكيد فريق يعني كرواتيا تفكر نفس تفكير الفريق البلجيكي انه احنا نحاول نحصل هاي المباراه او المباراتين حتى المباراه الاخيره تكون على الصداره وتكون باريحيه اكثر. طيب كان هناك وصول اليوم طبعا للمنتخبات، الان قبل قليل ما وصلت عدد من المنتخبات الى الدوحه العاصمه القطريه الدوحه، وصل المنتخب الدنماركي قبل قليل، هذه الصور الخاصه لوصول المنتخب الدنمارك الى الدوحه المشاركه في نهائيات كاس العالم. المنتخب الدنماركي ايضا قد يكون مفاجاه في هذه البطوله. المنتخب الاخر اللي وصل ايضا مساء اليوم او قبل ساعات من الان هو المنتخب الانجليزي، المنتخب الانجليزي ايضا وصل الى العاصمه القطريه الدوحه للمشاركه في نهائيات كاس العالم. الكثير يعول على المنتخب الانجليزي بعد ان فقد بريقه في السنوات الماضيه، خاصه بعد ظهوره في طبعا البطوله الاخيره لامم اوروبا بأداء قد يكون جيد، ومع ساوث جيت المنتخب الإنجليزي يعود تدريجيا نوعا ما إلى القوة والمنافسة دائما في البطولات الكبرى. أعلى قيمة موسيقية بالعالم. المنتخب السويسري وصل للدوحة أيضا للمشاركة في طبعا هذه النهائيات ونهائيات كأس العالم. المنتخب السويسري وصل بجميع نجومه وأيضا لاعبيه، وينتظر ويعول كثير السويسريين على منتخبهم في هذه البطولة. ايضا وصول المنتخب الهولندي، الهولندي الى العاصمه القطريه الدوحه ايضا وصل الى الدوحه المشاركه المنتخب الهولندي بعد ان وصل الى الدوحه بعد غيابه عن كاس العالم الماضي. الان المنتخب الهولندي يعود الى هذه النهائيات، غابت ايطاليا حضرت هولندا، وكنا نتمنى ايضا المنتخب الايطالي يكون موجود في هذه البطولة.
طبعا وصلوا قبل ساعات كل هاي المنتخبات مثل ما تلاحظون وتشاهدون متواجدين معاكم في هذه التغطية أيضا لوصول للمنتخبات اللي وصلت قبل قليل إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في النهاية. بعض المنتخبات وصلت يوم أمس وقبلها قبل يومين قبل ثلاث أيام وشرعت في التدريبات، بعضها اتخذت العاصمة الدوحة بأنه دخول في معسكر تدريبي وتبدأ التدريبات قبل خوض مبارياتها الأولى في هذه البطولة. خلنا ننتقل إلى أيضا المنتخب أكو موضوع جدا مهم. أنا يعني وصلتني رسالة يقول لك أنه المخضرم لوفرين مدافع ليفربول السابق وزينة الروسي الحالي، أيضا جفارديول مدافع لايبزيغ الألماني، وكل أندية العالم يعني قد يكون هناك أنظار من بعض الأندية السيتي وأيضا تشيلسي لتعاقد مع هذا المدافع المنتخب الكرواتي. لوفرن أنا أعتقد إلى تجربة كانت في الدوري الإنجليزي السابقة مدافع ليفربول. ليفربول نعم ليفربول. مع ليفربول ومنها يعني مرات أحيانا هو مو اللاعب غير جيد، أحيانا ما يتأقلم مع طريقة أو أسلوب اللعب اللي موجود زين. ولكن أي لاعب من يوصل للدوري الإنجليزي والأندية الإنجليزية تفكر به هذا لاعب معناها يمتلك إمكانات كبيرة زين. لكن احنا اتفقنا قلنا انه الفرق سواء بلجيكا او كرواتيا عندها خزين كبير من اللاعبين اللي هم اصحاب الخبره بيلعبوا بالدوريات الكبرى نعم. وبالتالي كابتن عباس قال اي واحد من يغيب ممكن نعم. تعويضه، ولكن هناك لاعبين من الصعب تعويضه نعم. طيب فاتح المنتخب العربي في هذه المجموعه والمنتخب المغربي الشقيق، المنتخب اللي تولى طبعا تدريبه وليد الركراكي بعد طبعا اقاله او استقاله وحيد خليل الزيتش من التدريب بعد مشكله حدثت مع زياش في التصفيات، ومن ثم اقاله او استقاله، ما قالوا استقاله لكن هي كانت اقاله من المنتخب من تدريب المنتخب المغربي. المنتخب المغربي كابتن هيثم ست مشاركات خروج دور أول 86 صعد خروج بس مش محظوظين نعم. الآن يعني شوف المنتخب المغربي الآن أفضل من أفضل المنتخبات العربية إذا ما كان أفضلهم على الإطلاق كمستوى فني وكلاعبين مميزين موجودين خارج المغرب وفي أقوى الدوريات اللي موجودين صح. لكن 2018 مجموعة حديدية اجا مع اسبانيا والبرتغال صح يعني اصعب فريقين بالعالم لو بدك تختارهم تختار اسبانيا اي اوروبيين دائما وضعهم مع الاوروبيين فبال 2018 خرج لكن مجموعه حديديه يعني بتحكي اسبانيا والبرتغال في نفس المجموعه اليوم وقع مع بلجيكا وكرواتيا اليوم اللي بيميز الجيل اللي موجود بصراحه عندهم حارس مرمى عملاق اشبيليا ياسين بونو عندهم يوسف النصيري عندهم أشرف حكيمي عندهم الزياش يعني أنت بتحكي بتشيلسي بايرن ميونخ بإشبيليا بمزراوي بايرن سفيان بوفال منير الحدادي يعني الآن أنت عندك عناصر بتلعب في أقوى فرق أوروبا. وأنا اللي استغرب يعني الدباوع أنه استدعاء حمد الله من الاتحاد السعودي طبعا مو؟ الاتحاد السعودي وهداف يعني بعد غيابة ثلاث سنوات انه تستدعي حمد الله بعد يعني غيابة ثلاث سنوات هذا شيء جيد طبعا. ليش؟ ما هو كان اصلا في مشاكل ما بين وحيد وما بين حمد الله نعم ما هي كانت الخلافات واستبعدوا قبل بطولة كأس العرب اللي مضت حتى فحمد الله بالعكس هو كان علامة فارقة كبيرة بالدوري السعودي للأمانة ولاعب هداف بالفطرة تواجده في أقوى الفرق العربية أيضا إضافة كبيرة اليوم أنت بدك خزين وبدك لاعبين ممكن على أوقات معينة من المباراة برضه يخدموك يعني أنت ممكن لاعب الآن وليد الركراكي يعني كمدرب محلي أدرى بطبيعة اللاعبين اللي موجودين من نفسه يعني هي سلاح ذو حدين اليوم ممكن يكون وحيد كمدرب عالمي وأشرف على تدريب منتخبات كبير على مستوى العالم وفي كأس العالم لكن اليوم برضو بتشوف أنه هذا مدرب محلي ممكن أنه برضو
انه يشتغل على عوامل اخرى ممكن الاجنبي ما يقدر يشتغل عليها. زي. طيب كابتن عباس، الغياب امين حارث لاعب مارسيليا ايضا كانت ضربه يمكن للمنتخب المغربي. يعني حتى رغم الغياب لكنه عندهم لاعبين، يعني عرض لك الكابتن هيثم عندهم لاعبين مميزين حقيقه في دوريات مميزه، وبالتالي مستوى الجهوزيه جدا عالي. منير الحدادي ايضا، اللاعبين المغاربه يعني حقيقه يعني موهوبين بشكل مميز عن باقي المنتخبات الافريقيه. المغاربه لاعبين جيدين كافراد اتكلم، يعني عندهم مؤهلات بدنيه ومهاريه، فحقيقه ممكن جدا انه يكون فريق يعني ظهر بشكل طيب ممكن بهاي المجموعه خاصه. تكلم لك الكابتن هيثم على مجموعاتهم في بطولات سابقه كانوا غير محظوظين انه يعني يكونون في مجموعه واحده مع فرق اعلى منهم بكثير، لكنه برغم ما انطينا الترشيحات لكرواتيا وبلجيكا قد يكون منتخب المغرب، يعني شفنا منتخب المغرب في كاس العرب باللاعبين المحليين قدم مستوى جدا طيب، فكيف باللاعبين المحترفين اللي مالين الدوريات؟ يعني بالمنطق عقليا يمكن مباريات قليله جنشوف للمنتخب المغربي، لكنه يبقى اللاعب المغربي موهوب جدا وممكن انه يحقق علامه فارقه بالمباريات. ممكن طيب كابتن المنتخب المغربي، لا المنتخب المغربي حتى صعوده كابتن الوحيد منير كان موجود معاهم في المعسكر لكن تم استبعاده خارج التشكيل، خارج القائمه منير حدادي، بنعلن القائمه قبل ايام خارج التشكيل منير حدادي، القائمه القديمه انا يعني هو حتى مع ختافي ما الى ظهور هذا ما الى يعني ما اعرف يعني شنو مشكلته. ولكن لو تكلمنا عن المنتخب المغربي الوحيد في افريقيا في مجموعه تحقق العلامه الكامله ست مباريات، يعني ست مباريات فوز ملعبه وخارج ملعبه، ومن انتقل مع الكونغا فاز بفوز ساحق 4-1، تعادل المباراه الاولى 1-1 وفاز 4-1 وترشح. الفريق 9 لاعبين موجودين من البطوله السابقه، يعني نقدر نقول تقريبا على التسجيل الحالي يعني خلينا نقول ثلث الفريق تقريبا هو موجود من البطوله السابقه، وكلهم اصحاب خبره، يعني تتكلم عن اللاعبين كلهم يلعبون بنديه كبيره. لا ننسى ايضا كابتن اللاعب مرابط بفيورنتينا، نعم لاعب الوسط اللي قدم اروع مستوى في بطوله العرب كاس العرب الماضيه. لكن هو الفريق نوعا ما يعني قالها كابتن هيثم غير محظوظ الى حد ما حتى على مستوى بطوله افريقيا، ترى مره واحده فايز بها 76، نعم رغم هذا الجيل، بس كابتن عندهم انجاز ب 86 وصلوا الدور تاهلوا من الدور المجموعات، كان جيل رائع، جيل تيمومي والزاكي وظلمي الحداوي، جيل رائع، الجيل اللي اجى بال90 مع يوسف حاجي وبعض الاسماء اللي كانت ايضا المنتخب المغربي اكيد هم حتى اذا نذكر عندما فازوا على اسكتلندا في حينها صح، يعني وقدموا مستويات، بس الفريق انا اقول غير محظوظ، نعم لكن على المجموعه يعني لو تركنا دول اللاعبين التسعه بالبطوله الافريقيه المحليين فازوا بال 2018 وال 2020 نعم فازوا بها، اذا يمتلكون لاعبين حاليا الفتره هاي بالمحليين مميزين على مستوى عالي مميزين. ولا ننسى احنا شمال افريقيا دائما عين الانديه الفرنسيه كلها على افريقيا غالبا، يعني غالبا على شمال افريقيا، بالتالي هم عندهم طموح الوصول الى هناك، وبالتالي كاس العالم ايضا فرصة ذهبية لأي لاعب أن يقدم مستوى ويلتحق بالأندية الكبيرة في أوروبا. وحتى من موضوع يعني كابتن موضوع الـ أنا أعتقد أنس المزراوي المزراوي إيه لاعب بيرنلي بيرنلي الإنجليزي راح يكون هو مكان أمين الحارث، نعم أمين حارث مكان اللي استبعد الإصابة الإصابة. طيب نتابع بعض آراء الجماهير المغربية والعربية حول المنتخب المغربي. علي التميمي، هذا اللقب مو غريب على العراقيين، انا ما اعرف علي اردني ولا عراقي. علي التميمي من الاردن، مقيم في دولة قطر. قطر يعني ابدعت وامتعت في كل شيء، يعني تنظيم، بنية تحتية، كل شيء اشتغلوا عليه تبارك الرحمن، يعني شيء بفتخر فيه كل عربي مسلم بفتخر في هذا اللي ساوته دولة قطر. وانت شايف ما شاء الله تبارك الرحمن الناس مبسوطة والأجواء جميلة جدا. تفاصيل مهمة هذا ولا شيء من اللي موجود في الداخل. والله مدربكم
الكابتن الكبير عدنان حمد وانت بتلعبوا مع الاسبانيا يوم الخميس ان شاء الله. يوم الخميس في مباراه وديه لاسبانيا، راح يلعبوا المباراه ويتجهوا الى قطر ان شاء الله للمونديال. يعني الكابتن عدنان حمد خبير، انا يعني بعتبره خبير في الكره، وان شاء الله يعني نقدم مباراه حلوه قدام اسبانيا عشان نعطي انطباع يعني انطباع جيد للكره العربيه. المنتخب العراقي محتاج مدرب وطني بمواصفات الكابتن عدنان حمد. اللاعبين عندهم، ولكن لازم الشخص اللي يخرج طاقات هذول اللاعبين. الاخوان من المغرب والاردن صح؟ مجموعه المغرب صعبه، كرواتيا، بلجيكا، كندا ممكن تكون مفاجاه، لكن المنتخب المغربي ايضا منتخب قوي، واعتقد هو اجهز المنتخبات الافريقيه في هذه البطوله. ونتمنى ان شاء الله نتمنى فوز المنتخب المغربي وتاهل في هذه المجموعه. مجموعه صعيبه 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 كثير، نتمنى المفاجاه تكون ما بين المغرب وسعود، المغرب وبلجيكا ان شاء الله. تتوقع المغرب وبلجيكا ان شاء الله؟ زين، ما بحب منتخب بلجيكا كثير. كان عندكم خبر، سيء يوم امس، الامين حارث اصابه، لاعب مرسيليا، وابتعاده عن البطوله. برايك راح ياثر عليكم هذا الغياب؟ كثير راح ياثر كثير، لكن يبقى المنتخب المغربي عنده الامكانيه بانه يعبر المجموعه. هي التشكيله اللي حضر بها الركراكي جيده كثير. من المنتخبات العربيه تتوقع يروح بعيد في هذه البطوله؟ يعني حدود المغرب شويه عليهم، شويه ايه 60-70% عليهم. خلينا نشوف اخويا من الاردن، انت موجود وتدعم المنتخبات العربيه وبالتحديد منتخب المغرب علشان صديقك. مش كثير، والله يهني الجميع في المنتخبات، فانا ماليش على المنتخب كثير يعني في المباريات. طيب شكرا احمد. كابتن تذكرت نصير المزراوي، لا نصير موجود، نعم، لكن هو انس الزروري، هو بديل الحارث، نعم، امين حارث، نعم. طيب هذا هو كان المنتخب المغربي. طيب منتخب المغرب شلون تشوفه كابتن جمال؟ يتاهل؟ مجموعه صعبه، اشوفها مجموعه بوجود كرواتيا وبلجيكا. احنا قلنا غير محظوظ، ولكن احنا قلنا دائما المنطق، احنا نتكلم بالمنطق، ولكن كثير الاحيان انه خارج عن المنطق. ولكن يعني انا لن اذكر فقط لنحبط الامال، لكن دائما المنتخب المغربي المباراه الاولى في كاس العالم ما يفوز. طيب يعني ما عنده فوز في بدايات كاس العالم، في الافتتاح يعني حتى في اول مشاركه بسنه 70 تفوق على المانيا الغربيه بالشوط الاول 1-0 وخسر بالشوط الثاني 2-1. طيب نذهب الى المنتخب الاخير في هذه المجموعه، المنتخب الكندي، اللي هي المشاركه الاولى لكندا والثانيه لكندا بعد مشاركته في نهائيات المكسيك اللي شاركنا احنا بها ب 86. هم هسه تاهلوا، 36 سنه ما شارك المنتخب الكندي، اغلب لاعبيهم يلعبون في الدوري الكندي والدوري الامريكي. كابتن هو اعتقد هو دوري مشترك، دوري مشترك بين كندا و باستثناء الفونسو اللي اعتقد بايرن، بايرن ميونخ الفونسو، نعم، وعندهم بورتو، عندهم، نعم، عندهم بعض اللاعبين يعني وحارس ريد ستار، بوريان كندا يعني، بس هم تصدروا مجموعه الكونكاكاف، تصدروا يعني عبروا امريكا المكسيك. نشوف ما هي بكاس العالم بالنهاية. يعني ما تعرفش قد عندهم تصفياتهم، يعني هم تصدروا في مجموعه بها امريكا والمكسيك اللي تأهلوا، 8 انتصارات، 4 تعادلات وخسارتين فقط عندهم. نعم نعم، شوف ما هي كمان نوعية الفرق اللي مع الاحترام اليوم لو موجودين كندا في قارة مثل أمريكا الجنوبية بتلاقيها صعبة، لكن هم بالنهاية يعني فريق ثاني مشاركة له بعد المكسيك، علما ما عندهم مش ولا نقطة بكأس العالم، وتوقعي بالمجموعة هاي أيضا ما راح يحصلوا ولا نقطة، توقعي الشخصي أمور يعني الأمور في فروقات بالنهاية، في فروقات كبيرة ما بينهم وبين بلجيكا، ما بينهم وبين كرواتيا، يعني حتى مع الاحترام حتى للمنتخب المغرب توقعي فريق أعلى، لأنه أنا متوقع المغرب راح يكون لهم كلمة بالمجموعة، يعني بالتأكيد إذا ما صعد المغرب هو راح يحدد مين يصعد. المغرب بيمتلك أدوات محترمة. زين، هو الاسم الأبرز هو ألفونسو،
الفونسو لاعب او ظهير الفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ. يعني من باب المقارنات مثل ما تفضل الكابتن، يعني وين تخلي منتخب كندا في مقابل هاي المنتخبات اللي تمتلك هاي الترسانة من النجوم اللي يلعبون يعني بأفضل الدوريات؟ فحقيقة تقدر تعتبر المنتخب الكندي ممكن يكون حلقة أضعف بالمجموعة، بس ما تعرف شو راح يصير، يعني قد يكون مفاجأة وقد يكون يعني المباريات تمشي على رسلها. لكنه يعني من حيث التاريخ، من حيث الإحصائيات، من حيث الأرقام، شوف المنتخب الكندي يعني فريق متواضع جدا صراحة. متواضع يعني. وكابتن الغريبة أنه تفوق على المكسيك وعلى الولايات المتحدة التصفيات، يعني هو إجا كأول بالمجموعة مثل ما ذكر الأستاذ داود. غامض. لا بصراحة غير أحس منتخب يعني غامض كابتن ما جمال. إحنا حقيقة هي يعني كونكاكاف وتصفيات هاي أمريكا الشمالية، يعني ما عندنا معلومات عنها، يعني حتى مباريات ما نشوفها مثل ما نقول، يعني كابتن سحب الأربعة الفجر بالضبط البرازيل والأرجنتين تقعد تباوع. بس هي هسه عشان واحد يخلص البرنامج ويروح يشوف، يروح يشوف زي ما خلص من واحدة ونص. لكن حتى مباريات يا كابتن احنا مشفقين على المغرب انهم واقعين مع كرواتيا وبلجيكا، يجونا كندا. يعني المنتخب المغربي كاريزما كابتن وقيمة للأمانة، يعني مش لأنه عاطفي لأنه عرب، شخصية بس هو شخصية متواجد بالبطولة 6 مرات هذا من يعني تواجدوا بالبطولات ونتائج جيدة مقارنة. تيجي كندا ثاني مشاركة يعني بس الله عنده بس المنتخب الكندي عنده جوناثان ديفيد هو رابع هداف في الدوري الفرنسي بعد مبابي وبعد نيمار، وعندهم مهاجم كلوب بروج أيضا. كلوب بروج البلجيكي يعني في لاعبين ولكن قليلين ما يلعبون بندية كبيرة باستثناء ديفيز. كانت اللعبة ودية ويا البحرين تعادلوا 2-2 قبل 4 أيام مع البحرين 2-2 وفازوا على قطر وخسروا ويا الأوروغواي. فازوا على قطر 2-0 وخسروا ويا الأوروغواي 2-0 وتعادلوا مع البحرين في آخر قبل كأس العالم، يعني عندهم مباريات تحضيرية. لأنه دوريهم، شوف الفرق أنه عندهم دوريهم الآن منتهي. يعني أمريكا الجنوبية مرتاحين أكثر من أوروبا، اللاعبين اللي بأوروبا الآن الضغط عليهم أكبر. طيب زميل أحمد سعيد اليوم كان في جولة في مترو الدوحة، هذا المترو اللي راح ينقل المشجعين إلى جميع الملاعب الثمانية. المترو يمكن من أول محطة إلى آخر محطة 20 دقيقة، تنتقل من مباراة إلى من ملعب إلى ملعب إذا أنت حاجز تذكرتين، تنتقل منها من هذا الملعب إلى آخر ملعب بـ20 دقيقة فقط. خنتابع هذه الجولة مع مفدنا أحمد سعيد ونرجع لكم. أنا بمحطة مشيرب للمترو، هذه أكبر محطة مترو في قطر، 37 محطة. قطر طورت محطات المترو بشكل كبير بصراحة، تطور عظيم بهذه المحطات. الشخص اللي يحمل بطاقة هيا راح يستمتع بتجربة مميزة وفريدة جدا بشكل مجاني. أنا اليوم حبيت أعيشكم هذه التجربة، راح أخذكم وياي من هذه المحطة، محطة مشيرب، إلى أقرب ملعب إلها. خلينا نشوف الوقت إيش قد راح يصير. ممكن أكون مشجع عنده تذكرة مباراتين، راح يحضر مباراة وبعدها عنده إمكانية يحضر إلى مباراة ثانية. تعالوا وياي خلي أخذكم تجربة فريدة من نوعها بالمترو. هذه بطاقة هيا راح أدخل بيها بشكل مجاني من هذه المحطة. بس بعد ما ننزل جوا هذا المترو يروح لأربع ملاعب: استاد لوسيل، استاد البيت، استاد المدينة التعليمية، واستاد أحمد بن علي، مع مهرجانات المشجعين. هسه أنا راح أنزل جوا وأصعد المترو وروح إلى أحد ملاعب كأس العالم. تعالوا وياي. هسه أنا أنتظر المترو، باقي دقيقة واحدة ويوصل القطار. هسه تقريبا وصل، يعني أقل الدقيقة. هسه أنا منتظر. شوف الساعة 3:33 تقريبا. هسه راح يفتح المترو، راح اصعد بالمترو. انا صعدت في الخط الاحمر ورايح على استاد لوسيل اللي راح يحتضن المباراه النهائيه. مشجع مغربي، خلينا نروح له. كيف الصحه اخوي؟ مغرب. نعم. رقراقي لو الأمور زينة. لأن العراق من العراق، قناة يو تي في، قناة العراقية الوحيدة اللي موجودة في قطر. الرقراق زينة الأمور، زينة الأمور، كله زين الحمد لله. المترو، مع المترو تستخدمه كثير المترو؟ كيف؟ تستخدمه كثير المترو؟ أيوة.
على بطاقة هيا صح؟ على بطاقة هيا. زين، منتخب المغربي يروح بعيد ولا صعب؟ والله شوف الكرة يعني كلها وحط يعني حاط الكرة حاط يعني حاط حاط. احنا كرواتيا وبلجيكا صعبة صح؟ والله احنا شوف احنا نتمنى الفرق العربية تتأهل يمكن يربحوا الكاس يعني علاش ما يربحوش يعني. زين زين، انت بأي محطة راح تنزل؟ فلوسيل. فلوسيل بالنهاية؟ بالنهاية. اكو منتخب عربي ممكن يروح للنهاية ولا مستحيل؟ والله ممكن ممكن مثلا ممكن مصعب الكرة هاي الكرة كلها حطوا يعني توقع المغرب يروح بعيد؟ ممكن. شوف هذا الانتقال اللي صارت يعني من تحت الأرض إلى فوق الأرض. هسا أنا أكون وصلت إلى لوسيل، هذه آخر محطة. طبعاً أنا اختاريت من نشيرب إلى أبعد محطة حتى ما نقول الوقت صار عندنا طويل، لأن هو تقريباً مر أعتقد 10 محطات إلى 9 محطات أنا كلها عبرتها بهذا الوقت الوقت السريع، ووصلت إلى أبعد محطة اللي هي إلى ملعب لوسيل اللي راح يحتضن المباراة النهائية. شوف الوقت حمزة، مو شوف الوقت، بدينا تقريباً وتقريباً وثلث، هسه إلا ثلث، يعني الوقت أقل تقريباً أقل من نص ساعة. شوف الترتيب على طول المحطة، كل الأمور اللي ترمز إلى كؤوس العالم. لو استاد لوسيل من هذا الجهة ولا من هذا الجهة؟ لوسيل ستاديوم. Yes. هذه تحفة جديدة اللي راح تستضيف كأس العالم، شوفوها عن قرب. طبعا من المحطة نزلت إلى هذا الملعب دقيقتين بس مشي خلاص انتهى الموضوع، راح توصل للملعب مباراة النهائية مثل ما أنا اليوم تأهلت للمباراة النهائية قبل المنتخبات الوطنية. هذا التحفة اللي موجودة استاد لوسيل أمامكم راح يحتضن المباراة النهائية. التجربة إن شاء الله تكون جميلة ومفيدة، وإن شاء الله دائما راح أعيشكم تجارب مونديالية مهمة وجميلة. شكرا احمد، شكرا على هذه الجوله. طبعا بصراحه احنا شاهدناها كل هاي الملاعب وزرناها وشفنا المترو وشفنا الكثير من الامور اللي من خلال تجوالنا في الدوحه في كاس العرب عشنا اجواء المونديال تحديدا في كاس العرب بهذه السهوله بالتنقل بين يعني المشجعين من ملعب الى اخر بظرف 20 دقيقه فقط، انه تقدر توصل من ملعب الى اخر، شيء جميل ويحسب طبعا للاخوه في قطر. توقعت الكابتن رحنا سافرت وياه احمد، يعني منطقيا كرواتيا وبلجيكا اتحدث مفاجئه على يعني البطاقتين مغرب من فريق مغربي فريق جيد احنا متفقين كنا، ولكن لسوء حظه انه هو في هذه المجموعه مع كرواتيا، يعني لو كان في المجموعه الثامنه مثلا انا اعتقد قد تكون عنده فرصه للانتقال مرحله. طيب كابتن هيثم، والله انا مع المغرب. انت ويا المغرب؟ انا ويا المغرب، اقول المغرب عاطفيا راح، عاطفيا كنا مع المغرب ممكن عاطفيا راح هو. لا لا صدقني عندهم عناصر، في عناصر يا عم، انت لما بتحكي 6-7 عناصر بتلعب ببايرن ميونخ وبتلعب بشبيليا وبتلعب برضو، انت مش اقل من كرواتيا مع الاحترام. اليوم انا بشوف منتخب بلجيكيا قوي، انا بشوف صداره مجموعه، لكن الصدام راح يكون بالمغرب. قلت لك المغرب اذا ما تاهلت راح تحدد مين اللي راح يتاهل، مين يصعد. يعني انت مع بلجيكا والمغرب؟ اما بلجيكا والمغرب كرواتيا، يعني بيناتهم قريبه. ال- 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 الكارت الاخير راح يكون بين كرواتيا وبين المغرب. كابتن عباس، يعني نفس وضع المجموعه اللي تحدثنا عنها البارحه، ايضا قلنا الكاميرون يعني فريق يعني حاله حال كندا تقريبا. نعم
يعني هم يشكل حلقة أضعف بالمجموعة. فتبقى يعني كرواتيا طبعا لها الأفضلية. لها الأفضلية يعني من وجهة نظري، وقد تكون بطاقة بين المغرب وبلجيكا. سجل عندك، سجل بكرة مشان أقول لي كرواتيا. لا كلها قاعدة تسجل. أيوة أيوة هاي كل توقعات أخذها. هاي بعدين حتى تخلص خبرك إيتو يقول لك وين ذول التحت المراجعة والمغرب. جيبوا لي الكاميرا، جيبوا لي إياهم وزي تهلل الكاميرا، جيبوا لي رقم إيتو دزوا لي إياه، دزوا حتى دز هذا الفيديو وترجم لي إياه ودزوا لي إياه. طيب شكرا لك كابتن جمال، شكرا لك كابتن هيثم، شكرا لك كابتن عباس، شكرا لكم مشاهدين. تقيكم باكر إن شاء الله مع وصول ضيفنا الرابع اللي راح يكون كابتن مجدي عبد الغني، باكر يوصل إن شاء الله ويكون ضيفنا في مونديال 22. تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء.